الحين ابو ظاهري حاط اللي خيبته في السطح. والله اللي يعرفها صحيح. اي يقول انفه انفه. ايه اجل تعال 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 نروح لف. وين نروح وين نروح؟ في الليفت. ما يوثق في ذرة سنصير يا خال، هذا ما خل احد ما صك عليه. اخر مره صك على مره ابو ظاهري الشاميه. ابو ظاهري ماخذ الشاميه؟ ايه من شهر. ومن جابها تغير فيك. خلنا القوه اشرح لك. مثل ايش تغير؟ تغير في اللبس. حتى اكله تغير. مشهورات بالطبخهم. لا يا خال مو بالطبخ وبس. ايش جاب هذا هنا؟ حتى على مستوى النظافه يقولون بيوتهم ومواعينهم ما أنا أنظف منها. وين رخام تو جنبي؟ أي أي يا دكتور ظهري ظهري يا دكتور. ألف لا باس عليك. ألف لا باس عليك. يا هو يا ذابحني ذابحني، ما أقدر أتحرك ولا أقدر أروح الحمام يا دكتور. حقوك أقدر أعرس يا دكتور؟ لو عرس ولا أسف. يا أخي دقيقة دقيقة. لا اليوم انت والله تمام التمام. الله يبشرك بالخير يا دكتور. انا داير اكتب لك خروج. يعني هقوك يا دكتور بصير زي اول ولا ها يعني ما في امل؟ كيف ما في امل يا اخي؟ انت بترجع احسن من اول بكثير. الله يبشرك بالخير يا دكتور. الله يبشرك بالخير. حسبي الله عليك يا كريم على الطيعه. أقول سبحان الله العلي العظيم، من يوم بنيت عمارتي هذه وعلى كثر اللي سكنوا فيها واللي راحوا واللي زاروا ما شفت أحد سوى سواته. هذا الدكتور لا لا أبشركم الأمور تمام التمام. يعني ما في شيء الحين يعني ولا؟ لا 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 أبدا ما فيه أي شيء. كل الحكاية والرواية شوية ردود داير ليه كم يوم كده ويمشي ليكم بالسلامة. الحمد لله. ردود ردود. أي ردود يا أخي؟ ما بتعرف معنى ردود شنو يا كريم؟ الردود دي جمع مفردها ردة. بعدين الزول ده والله ظهره متأثر شديد من الوقعة دي. يعني أقوى يمشي؟ الزول ده محتاج ليه راحة ونغاها لمدة أسبوع في الهناي في المستشفى، بعد كده يخرج للبيت. كان خرج للبيت يا جماعة عليكم الله ما بيمشي لمدة 29 يوم. آي 29 يوم بلشبه.